اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كعادتها اوريزون تي في كتواجد اليوم بالعاصمه الاسماعيليه مكناس، هذه المدينه العتيقه والعريقه اللي كتشهد حدث سنوي اللي هو معرض دولي للفلاحه بمدينه مكناس. اليوم سلطنا الضوء على المناظره الوطنيه العاشره اللي استضافتها مدينه مكناس تحت عنوان التربيه المستدامه للشباب في الفلاحه. باش نقربكم اكثر مشاهدينا من تفاصيل هذا الحدث بقوا معنا. هذه مناسبة كانت باش يعني في خلال هذا اللقاء نتكلموا على المشاكل ديال الشباب والاهتمام ديال الشباب في الفلاحة وكيفاش يمكن لنا نحسنوا الإمكانيات يعني باش يقدروا يشتغلوا أكثر ويستثمروا في الميدان ديال الفلاحة. كان فيلم اللي كيبين واحد العدد ديال النجاحات ديال واحد العدد ديال الشباب في عدة أقاليم ديال 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 المملكة، وكنعرفوا بأن شبابنا اليوم عنده يهتم بالفلاحة ولكن عنده مشكل للولوج ديال الأراضي الفلاحية، كذلك مشاكل ديال التمويل، ولكن كاين هناك نجاحات مادام أن وحدين خويا ينجحوا حتى هما قدروا ينجحوا إن شاء الله في المستقبل، وحنا غادي نواكبوهم وغادي نشوفوا كيفاش يعني يكون واحد الاهتمام خاص للشباب في هذه السنوات المقبله في هذا الميدان ديال 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 الفلاحه. Ma participation, je suis venu d'abord à l'invitation de mon collègue marocain à prendre part aux assises, mais aussi je suis venu avec une délégation ivoirienne très forte pour exposer au SIAM. Demain, vous aurez l'occasion de voir le stand de la Côte d'Ivoire. J'en profite pour remercier le Maroc qui a exposé au Salon de l'agriculture d'Abidjan en 2017. شاركنا بتقديم نموذج المشروع ديالنا اللي هو عبارة عن مجموعة ذات النفع الاقتصادي تأسست من طرف مجموعة من الشباب من الجهة، يتعلق نشاطها بإنتاج البواكر خاصة الطماطم والبطيخ على مساحة تقدر 80 هكتار. استراتيجيات مخطط المغرب الأخضر ساعدتنا نحن كشباب في وضع مشروعنا على أرض الواقع من خلال دورات تكوينية، مواكبة تقنية ومعنوية للشباب المستفيد، وكذا الدعم المالي من خلال قروض بنكية. إذا مشاهدنا الكرام، كانت هذه النسخة العاشرة للمناظرة الوطنية للفلاحة اللي تنظمت اليوم مدينة مكناس، واللي كان موضوعها الأساسي المناقش هو تشجيع الفئات الشبابية في هذا المجال. على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في يوم الافتتاح. كنضرب لكم موعد غدا إن شاء الله رفقة الطاقم التقني. هذه إيمان سيف الدين كتحييكم، إلى اللقاء.